اليوم احنا مش قادرين نقوله اولا يعني بس الناس جاني مش ما تفهمش غلط. اليوم احنا حتى نعوض عيلة مش قادرين نجيبه نعوض عيلة اللي كاينه قلنا نعوض عيلة اللي كاينه احنا على الحلول ديالها صافي. وقلنا بان هاد الوضعية هاد التشخيص اللي درنا احنا هاد 10 مليار اللي كتكلم عليها سمينا البارح عندنا واحد اسم معروف رياضيا وقلنا هاد الشخص اللي جا اليوم وتبرع علينا بعد 10 تبرع علينا 10 حنا دابا في 23 اذا بقينا غادي بنفس الطريقة شنو غادي يوقع؟ غادي تسمع عاوتاني 10 مليار هادشي تنقول لك انا راه في الاخر وهادشي اللي وقع هو اللي كان وقع في 2021 فاش دخلت الرجاء كاس العالم دخلت 10 مليار مع كلشي بالنسبة لنا حنا كرجاويين حنا يعني الرجاوي اللي ما عارفش ولا الجمهور الرجاوي والجمهور ولا انت كصحافي لا دابا انت صحافي يمكن عندك الميدان ديالك واختصاص ديالك ولكن الناس الاولانيه انت هما الناس ديال الله هاد 10 مليار دخلات راه ماشي شي واحد شفرة ولا شي واحد دار لها شي حاجة راه خلص بها غير لعابة ومني تخلص بها اللعابة عاوتاني المشكل اللي بقيت عليه قلنا بأن هاد الشيء باش ما تسمعوش أنت ونسمعو حنا ونسمعو الناس الآخرين خاص يكون واحد التوازن المالي في النادي مين تنقول التوازن المالي في النادي ما تنعيش تحت الشوف ماشي قلت لك غندير نعيشو الفقر قلت لك حنا هاد التوازن المالي يعني غادي تكون الحكامة الجيدة فيما يخص التدبير المالي والتقييم الفريق ديال نادي الرجاء الريالي وغادي نعطيك مثال اليوم اللائحة ديال الفريق عندنا 30 لاعب 30 لاعب لي بريتين ديالي يرجعو 15 لاعب يعني يولي عندك 45 لاعب ديال الفريق الاول 45 لاعب مسألة يعني تقنية المدرب اللي يقول لي 45 لاعب عندي هو كيقول لي ما يمكنش يعني هو تيقول لي واحد فريق عنده 45 لاعب فريق مسألة تقنية ما يمكنش وما بالك ماليا 10 ديال اللاعبين 13 لاعب وسط ميدان كتقص 13 لاعب وسط ميدان كتخدم لهم غير جوج بمعنى 11 واحد كلهم كتخلص وما تستافدش منها حنا كنتكلموا على الحكامه الجديده اللائحه 30 لاعب شحال خص يكون فيها اللاعب واعي شحال خص يكون فيها لاعب فاهم اول ونخدموا نشتغلوا جوج لعابه في الرجاء بيجي ديالو ديال الفريق واحد في القسم الاول يمكن لعب معنا ومحنا مثلا تحية للناس ديال السوال اللي رايح زيارة على جوج كيخلصوا هذا الفرق هذا إذا الناس تقول هذا التدبير المالي والحكامة الجيدة هادشي اللي بغينا نديرو هو باش بغينا نشتغلو في نادي الرجاء الرياضي طبيعي حاب المراقبة أنا قلت من خارج خصك تلعب الدور ديالك ديال المراقبة حتى لو واحد البرنامج وسطرنا بعض الاهداف دورك انتم كمنخرطين او كبرلمان ديال هذا البرنامج دور المراقبه خصك المراقبه